بسم الله الرحمن الرحيم. نصنا اليوم من النصوص النثرية، وهو من وصايا الحكماء. تمام؟ لذي الإصبع العدواني. أولاً الحكيم بتاعنا اللي هو ذي الإصبع العدواني، هذا الرجل ينفذ أو يقول بوصية ابنه قبل أن يفارق الدنيا، وينصحه بما ينفعه في حياته وبين قومه حتى يكون له مكانة عظيمة بين الناس. تمام؟ فلما نيجي نقول من هو ذي الإصبع العدواني، هو حرثان ابن الحارث ناثر، يعني يقول نثرا، وشاعر من العصر الجاهلي، ينتمي لقبيلة عدوان المدورية. تمام؟ لقب بذي الإصبع لأن عنده إصبع زائدة برجله، يعني عنده صباع زيادة كده في رجله. تمام؟ لما نيجي نشوف هو بيقول لنا إيه؟ تعالي كده، يلا يا آلاء اقرأ لنا القطعة. بلاش آلاء. ها. من يقرأ؟ ممكن أنا؟ تفضلي يا تسنيم. تمام. وصايا الحكيم لولده: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته. فاحفظ عني، أرن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وأبسط لهم وجهك يطيعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسولوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يكبر على مودتك صغارهم. واسمح بمالك، واحمي حريمك، وأعز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع النهضة في الصريخ، فإن لك أجلا لا يعدوك، وصون وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك. الكاتب أو الواصي هنا اللي هو ذي الإصبع العدواني، لما بيوصي ابنه بيقول يا بني إن أباك قد فني وهو حي. يعني إيه فني وهو حي؟ فني يعني انتهى، وهو حي أي أنه ما زال على قيد الحياة، ولكن لم يعد قادرا على أداء مهام الحياة، فهو أصبح أو عد نفسه من الإيه؟ من الناس أو من الموتى. تمام؟ فهو بيقول قد فني وهو حي، عاش حتى سئم العيش، يرى أن يعني أن هو عاش حتى مل العيش في هذه الحياة. فبعد ذلك يقول وإني خلاص لا موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغت، يعني أنا هوصيك عشان تصل إلى مرحلة أنا أو مكانة أو منزلة عظيمة أنا بلغتها خلاص عندما كنت في قوم. فقال له فاحفظ عني خلاص ألن جانبك لقومك يحبوك، يعني تعامل مع قومك باللين وبالرحمة هيحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وكن متواضعا لهم حتى يعني ترتفع مكانتك بينهم، وأبسط لهم وجهك يطيعوك. وكلمة أبسط أي اجعل وجهك بشوشا خلاص حتى يكون لك في طاعة، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، يعني لا تبخل عليهم بشيء يعني يحصل إن أنت أصبحت بالنظام يسودوك أي يجعلوك سيدا. وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، يعني تعامل بكرم مع الصغار زي ما بتتعامل بكرم مع الكبار، يكبر على مودتك صغارهم، يعني يصبح صغارهم لما يكبروا خلاص محبين لك لأنك إيه يعني أكرمتهم منذ الصغر. إذن يا شباب، هو هنا بيتكلم على طريقة التعامل مع الإيه مع الآخرين أو طريقة التعامل مع الناس. تمام؟ طيب بعد ذلك يقول له واسمح بمالك واحمي حريمك. تمام؟ يعني كن كريما بمالك واحمي حريمك النساء، وأعزز جارك. تمام؟ وأعزز جارك. تمام؟ وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع النهضة في الصريق، يعني
عندما يطلب منك أحدا النجدة فعليك أن تسرع في نجدته، فإن لك أجلا لا يعدوك، يعني هيجي عليك وقت تمام وينتهي أجلك خلاص، ولن يعني تستطيع أن تفعل من كل هذا. وصون وجهك عن مسألة أحد، لا تطلب من أحد شيئا خلاص حتى يتم سؤددك، يعني تكون لك مكان عظيم. تعالوا بقى بصوا معايا كده، أول سؤال: معنى كلمة أبسط مضادها، هو طالب هنا المضاد، ها يوسف؟ أبسط وجهك، أقصد تكون تفتكر أخفض، هنختار إيه؟ هي معناها في القطعة صح؟ هتكون أحزن؟ احزن. ها تفتكر ايه تاني؟ هو عكس ابسط. اخبط ابسط وجهك. أيه يا شباب اللي عارف؟ اخبط تمام. معنى الصريخ، الصريخ يا سارة، نختار كده يا شباب اللي عارف يقول. طيب واسرع النهضة في الصريخ. الأولى والثانية. أيوة تمام. بعد ذلك يقول: سر الجمال في المحسن البديع قد فنى وهو حي. قد فنى وهو حي، يبرز المعنى ويوضحه اللي هو ما بين إيه وإيه الأول؟ الضباب اللي هو بين فنى وحي بينهما طباق. طباق يوضح المعنى ويؤكد. تمام. البديع الغالب في النص، إيه البديع الغالب في النص؟ الطباق لا لكة الطباق. ها ايه البديع الغالب السجع تاني؟ السجع. تمام. طيب الخيال في قوله وجهك، الخيال مجاز في قوله. مرسل، نعم مجاز مرسل. تمام احسنتي، ازيك يا جوي؟ ازي حضرتك يا مستر؟ نوع الاسلوب في يا بني، نوع الاسلوب في يا بني. إنشائي لفظ خبر معنى. هو انشائي بس. تمام انشائي. تمام. طيب تمام. يكبر على مودتك الصغار بما قبله. نتيجة يكبر على مودتك صغارهم. قولي تاني. نتيجة أكرم صغارهم كما تكرم، يكبر على مودتك صغارهم. تمام. بعد ذلك ثانية واحدة،
بعد ذلك عندنا هذا النص، تمام؟ لما نشوف من الوصايا مثل هذا النص، زي من وصايا أكثم ابن صيفي، تمام؟ من يقرأ يا شباب؟ نختار إحنا، يلا يلا يا نور. من وصايا أكثر من صيفي: يا بني لا تجادلن العلماء تكون عليهم فيرفضوك، ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك ويسموك، فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأى وعيهم، وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنهم. لا تحمين من قليل تسمعه فيوقعك في كثير تكرهه، لا تفضح نفسك لتشفي غيظك، فإن جاهل عليك جاهل فينفعن إليك حينك، وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك، وما فضلك على غيرك؟ فإذا أردت الأجر والفضيلة فاحسن إلى من أساء إليك، واعف عن من ظلمك، وانفع من لم ينفعك، وانتظر ثواب ذلك من قبل الله، فإنها الحسنة الكاملة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا. تمام، يا بني لا تجادلنا العلماء، تمام؟ هو هنا الشاعر، قصدي الناثر أو اللي بيقول هذا النص، يا بني لا تجادلنا العلماء. فهنا يعني لا تجادل العلماء، من أي إنسان لديه علم فهو من العلماء، تمام؟ فتهون عليهم فيرفضوك، يعني تكون قليل بالنسبة لهم فيرفضوك، أي لا يريدون الجلوس معك. ولا تمارين السفهاء، تمارين السفهاء يعني لا تجادل السفهاء، تمام؟ فيجهلوا عليك ويشتموك، يعني يحصل بينهم إن هم يتطاولون عليك، فإنه يلحق بالعلماء من صبر ورأي رأيهم، وينجو من السفهاء من صمت وسكت عنه، يعني اللي هيبقى من العلماء اللي بيصبر على رأي العلماء وإيه ويسمع إلى آرائه. أما الإنسان اللي هينجو من السفهاء هو الإنسان الصامت والساكت عنهم، لا يتحدث إليهم. ولا تحمين، خلاص، من قليل تسمعه فيوقعك في كثير تكرهه، خلاص. فأنت تعامل دايما يعني كن أنت تسمع الكثير حتى تصبح إيه فاهما لأمورك أو فاهما لمواقفك. لا تفضح نفسك لتشفي غيظك، تمام؟ يعني لا تتعامل بطريقة تظهر فيها نفسك بشيء لا يليق، تمام؟ علشان تشفي غيظك، فإن جهل عليك جاهل فلينفعن إياك حلمك. يبقى ساعتها خليك إنسان حليم رحيم، تتعامل بالحسنى، وإنك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك؟ فعليك أن تحسن لغيرك حتى يحسن إليك. وما فضلك على غيرك؟ فإذا أردت الأجر والفضيلة فأحسن إلى من أساء إليك، واعف عمن ظلمك، وأنفع من لم ينفعك، فانتظر ثواب ذلك من قبل الله، فإنها الحسنة الكاملة. طيب، تمارين معناها إيه يا شباب؟ تمارين معناها تجادلنا تجادلن، تمام؟ الفن النثري الذي يمثله النص السابق، تمام؟ الغرض البلاغي من الاستفهام: فما أجرك وما فضلك على غيرك؟ وإنك إن لم تحسن، تعجب. تعجب، إذا لم تحسن حتى يحسن إليك فما أجرك وما فضلك على غيرك؟ طب معلش، ممكن يعني استبعاد
يستبعد هذا الأمر عنه زي الاستنكار كده. الحث استبعاد هو يا شباب فما أجرك، يعني لا أجر لك إذا لم تحسن حتى يحسن إليك، ولا فضل على غيرك، ولا فضل لك على غيرك. فهو ينفي عنه ذلك، ماشي؟ فالغرض من الاستفهام هنا نفي هذا الأمر، خلاص، إذا لم يحسن حتى يحسن إليه. بعدها علاقة جملة فإنها الحسنة الكاملة بما قبلها، فانتظر ثواب ذلك من الله، من قبل الله، تمام؟ فإنها الحسنة الكاملة التي لا يريد صاحبها عليها ثوابا في الدنيا. ما سمعتش؟ تعالي قولي تاني. حضرتك سمعني يا مستر؟ الصوت بيقطع، قولي تاني.